حبي للهواية أخذ مني جهد كثير. غيابي عن البيت سبب عشقي للهواية بشكل كبير. راشد علي المزاعل، عضو لجنة السيارات والقوارب الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد. كانت طفولتي في البداية عاشق لكرة القدم، كنا نلعب بالحارة بالبيت والشارع. بعد كذا شاهدت السيارات اللاسلكية فعشقتها من البداية. يعني كنت أشوفها بالمحلات وكنت أشوفها مع الأصحاب في الشوارع وكذا، فحبيتها الحقيقة من البداية وكنت متولع فيها. بدأت دراستي المرحلة الابتدائية في اليمامة في مدارس بن سيرين، بعد كذا انتقلنا الحي الشفا ودرست المعهد العلمي المراحل المتوسطة. بعد ما تخرجت من الثانوي درست في الكلية التقنية الدبلوم تخصص إدارة عامة، والآن أدرس مرحلة البكالوريوس. بداية هوايتي بالسيارات اللاسلكية تقريبا من عمر 13 سنة. بعد كذا تطورت السيارات تقريبا من سن 20 سنة، بدأت أشاهد السيارات اللاسلكية هذه، وصارت في البداية كانت بالأسعار يعني غالية في الثمن وكذا، ما كنا نحصل عليها بسهولة. فبعد حصولي عليها لأول مرة بعد هدية نجاح تولعت فيها حقيقة، وصرت يعني أحبها وبشكل دائم ومستمر، صارت هواية مرة وعشق. بعد كذا تطورت هوايتي فيها وصرت يعني أشتري السيارات وأصلح، وبحكم أنه ما كان في عندنا طبعا أول محلات لبيع السيارات بشكل كثير، فصرت أنا أصلح السيارة، إذا تعطلت السيارة صرت أصلح السيارة إلى ما حد يعني تمكنت وصرت يعني أكثر مهارة فيها. شاركنا في عدة بطولات، لكن إن شاء الله ننتظر الاعتماد الرسمي إن شاء الله آسيويا بإذن الله، راح إن شاء الله نشارك في البطولات الخارجية بإذن الله. الآن مستوى على مستوى الخليج قدمنا بطولات وشاركنا في بطولات وأقمنا بطولات داخليا ومشاركين برضو من خارج المملكة. بعد كذا تطور الأوضاع يعني انتقلت من مرحلة الهاوي للسيارات إلى أني أصير أوفرها، وفتحت لي محل وصرت أسوي صيانة في المحل وبيع واشتري في المحل، والحمد لله تطورت الأوضاع. طبعا في البداية ما كانت أساسا هي هوايتي أني أصير تاجر أو أبيع أو أصلح، كانت هي دخلت المرحلة هذه هي هواية، فتطورت الحالة إلى ما صار عندي طبعا المحل وصرت أبيع واشتري فيه. فكرة المحل هو عملية صيانة جميع أنواع السيارات، من تعديل السيارات وترهيم السيارات وبيع السيارات برضو واستيراد السيارات، ونعمل على طلب السيارات واستيرادها على حسب طلب الزبون. نقوم بتعديلها داخل المحل وتجهيزها للسباقات. من ضمن الأشياء المهمة داخل السيارة للتعديل هي عبارة عن فلتر سبورت، ايضا الى تعديل الكلبيتر رياضي، وبالاضافه الى تعديل مقاس الهدرز، وايضا وتعديل نوع الكلتش الى ان يكون رياضي، وتعديل حجم الجيور، وتجهيز ايضا الاطارات للسباقات سواء كان السباق عباره عن دراج ريس او ساند دراج. طبعا اول جائزه حصلت عليها في عام 2000 في بطوله السيارات اللاسلكيه. الحمد لله بعد كذا انضميت الى لجنه الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكيه، واصبحنا حاليا نقدم الدورات والبطولات لجميع الهواة، دعما منا لتصميم او نشر الهوايه بشكل اكبر في المجتمع السعودي. كان طموحي أعلى من كذا، ما كانت مرحلة بس أن أكون هاوي أو يكون عندي متجر محل أو زي كذا، فكان عندي طموح أن الهواية هذه تكون تحت مظلة رسمية تكون تحتوي الهواية هذه
وتنشرها بشكل أفضل. فالحمد لله الفترة الحالية تطورت الأوضاع، صرنا الآن تحت مظلة الاتحاد السعودي لرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والريبورت تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة. والحمد لله الآن الاتحاد السعودي يقدم بطولات للسيارات اللاسلكية والتحكم عن بعد. حقيقة صارت الهواية أكثر، صار فيها انتشار كثير وفيها محلات، انتشار المحلات داخل مدينة الرياض وخارج مدينة الرياض، والآن بطولات مستمرة. أيضا غير البطولات اللي يقدمها الاتحاد السعودي، الآن يقدم دورات للسيارات اللاسلكية، يقدم دورات للتحكيم، ينشئ حكام للرياضات هذه حتى يكون عندنا حكام جاهزين لتقديم البطولات بأي وقت يكونون جاهزين فيه. الآن قيمت طبعا دورات قبل تقريبا شهر، قيمت دورات للحكام من الجنسين النساء والرجال، والآن الحكام جاهزين لأي بطولة تقام. وأيضا إن شاء الله في الأيام القادمة راح يكون فيه دورات خاصة للسيارات اللاسلكية، طبعا راح يقدم فيها تعريف بالسيارات اللاسلكية وطريقة الاشتراك بالبطولات والحصول على العضوية من الاتحاد السعودي، حتى صيانة السيارة برضو راح يكون فيها تعريف لصيانة السيارات والتحكم. طبعا شاركت في بطولات كثيرة عن طريق الاتحاد السعودي، وبطولات فردية وبطولات مؤسسات، والحمد لله حصلت على جوائز. طبعا المسابقات السيارات اللاسلكية لها عدة نقاط، طبعا من اختيار المتسابقين وتحديد نوع الفئات السيارات المتسابقة. طبعا السيارات تعتمد على السرعة والتحكم. النقاط الفوز عبارة عن الزمن المتسابق يوصل للمرحلة النهائية بزمن أقصر زمن فيعتبر الفائز. نظام البطولة يعتمد على تصفيات المتسابقين إلى حد ما يصفى عندنا الثلاث الأوائل، الأول والثاني والثالث. الاتحاد السعودي الآن يقدم البطولات بشكل مكثف، يعني تقريبا خلال شهر، كل شهر شهر ونص تقام بطولات داخل الرياض وخارج الرياض. يحدد فئات السيارات المشاركة وعدد المشاركين في المسابقة، وتقدم جوائز ثمينة الحقيقة. ونشكر الهيئة العامة للرياضة على موافقتها واعتمادها للبطولات وتحديد المواعيد المناسبة لإقامة البطولات سواء داخل مدينة الرياض أو خارج مدينة الرياض. الاستيراد السيارات عادة ما تكون السيارات من فئتين، تكون سيارات كت تجي السيارة مفككة قطعة قطعة فنقوم بتركيبها وتجهيزها، والفئة الثانية تكون جاهزة RTR، تكون جاهزة السيارة من الألف للياء، تكون جاهزة مرة جاهزة للاستخدام قابلة للترهيم والتعديل. ممكن تضاف السيارات، يضاف عليها بعض التعديلات. مقاسات السيارات اللي 1/5، 1/8، 1/10، على حسب ما تطرح المسابقة يحدد فيها المقاسات المطلوبة، ويجب التقيد من المتسابق بالشروط الموجودة داخل اللائحة. حبي للهواية طبعا أخذ مني جهد كثير، غيابي عن البيت فترات طويلة، السفر أو حضور بطولات، فهذا كله سبب عشقي للهواية بشكل كبير، وصار الآن أزداد صراحة عشق أكثر عن أول. برضه صار عندنا الآن طريقة الاستيراد والتوريد وصارت أسهل من أول، وصرنا الحمد لله صرنا يعني صرت أحبها أكثر من الفترة السابقة. صارت الآن هوايتي إنها نشر الفكرة ونشر الهواية عند المجتمع. يعني طبعا طموحنا إن شاء الله أنها تكون هي آسيويا، لأن الآن المشاركات الخارجية هتكون أكثر. طبعا كل الشكر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة لدعمه للرياضة اللاسلكية بشكل عام، وشكر للأستاذ سعود الفغم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والريبوت. أيضا كل الشكر للأستاذة مرام الصايغ لدعمها للرياضات اللاسلكية النسائي. الخيل صنعت مني رجل أقبل التحدي. الخيل لها علاقة جميلة مع الإنسان.
زيد الجندل مالكم ربي خيل. أنا مواليد محافظة المجمعة، بدأت معي هواية الخيل تقريبا في عمر 15 سنة. كنت شغوف في امتلاك خيل وكان عمري صغير، كان الوالد الله يحفظه يملك مزارع، كان طموحي أني يكون عندي فرس وأتعلم الركوب وأتعلم هواية الفروسية. قررت أني أشتري فرس، ولكن للأسف ما كان عندي المبلغ اللي يغطي، فاستعنت بصديق لي استلفت منه جزء من المبلغ، كان وقتها مبلغ صغير جدا، ولكن بالنسبة لطالب في مرحلة المتوسطة كان يعني يعتبر مبلغ ضخم يعني بالنسبة له. فاشتريت فرس، كان في اعتراض شوي من الوالد، الخيل راح تلهيك عن الدراسة، ما راح تخليك تركز في موضوع الدراسة، وبالعكس كانت دعمتني في الدراسة، فكنت أحافظ على دراستي علشان ما تكون الخيل سبب في دراستي وكذا. بدأت مرحلة هوايتي تعلم الركوب وتعلم الفروسية وتعلم الركوب اللي نعتبر الركوب بسيط يعني. استمرت الرياضة هذه فترة صغيرة، بعدين انتقلت منها إلى سباقات السرعة، حبيت أني أطمح أني أشارك في السباقات. استمرت معي لأن شريت خيل سباق وفتحت اسطبل وتطورت الهواية معي. استفدت من هذه الهواية شيء كبير في حياتي، وهي تقريبا يعني زي ما يقولون تصقل الرجال أو أنها تكون للرجال شخصية، جمعت فيني الثقة في النفس، المغامرة، التحدي، فهذه الأشياء جمعتني معي في الخيل كثير. شاركت في سباقات عدة كانت جميلة وكانت مميزة، كنت خيال أركب وبعدها كمدرب، إلى أني حاولت بعد الفترة أني أكون صاحب اسطبل ويكون عندي اسطبل مميز، وأني أخلي هذه الرياضة جزء من استثماراتي وجزء من عملي وجزء من اهتماماتي. فالحمد لله يا رب لك الحمد، اليوم الرياضة هذه تعتبر عندي جزء أساسي في حياتي الخاصة، واستفدت منها كاستثمارات وكعمل وكمشاريع، وفتحت لي آفاق كثيرة، تعلمت منها الكثير والكثير. تبقى لنا الخيل عزيزة وكريمة على أصحابها، فالخيل لها علاقة جميلة مع الإنسان، وعلى مر العصور وعلى مر التاريخ لها قيمتها عند العرب وعند المسلمين بالذات، لها قيمة كبيرة، وعلشان كذا نحن نهتم فيها اهتمام بشكل كبير يعني في المجال هذا. انتقلت إلى الرياض، فلما انتقلت للرياض ونقلت الخيل معي للرياض، فكان طموحي أني أسوي اسطبل في حلم بشكل مميز، فبنيت يعني تقريبا أول اسطبل بشكل الأوروبي. فما كان وقتها في مهندسين أو أنه بيفهموا تفاصيل الاسطبلات، ممكن في تفاصيل الفلل، في تفاصيل العماير، في سهل انه مهندس، بس كتفصيل اسطبل لان الاسطبل له احتياجات يفهمها مالك الخيل. فبنيت وكنت مع المقاول والعمال في خطوه بخطوه لين بنيت الاسطبل اللي كنت احلم فيه على نفس الديزاين الاوروبي، واللهم لك الحمد اليوم في ميدان الجنادريه او في اسطبلات الجنادريه في الرياض يعني كثير من الاسطبلات تميزت بالبناء. كان طموحي ان الاسطبلات تكون شيء مميز وشيء جميل وكل يفخر باسطبله. فالحمد لله يا رب ان كان بناء الاسطبل على نفس المواصفات اللي كنت اطمح لها، وفرت كل حاجه تهم الخيل، اجتهدت كثير، وتبقى أنها غالية وتبقى أني أحس أني مقصر في حقها، ودي أقدم لها كل شيء. الخيل بعد ما تعمقت فيها ودخلت في مجال الخيل، الخيل عطتني الثقة في النفس، عطتني مجال التحدي، مجال المجازفة، يعني أني أجد نفسي أكثر من صنعت فيني شخصية أخرى. كان هوايتي أني أطمح إلى أني أدرس وأكمل الدراسة و أحقق شيء طيب في الدراسة، ولكن الخيل صنعت مني رجل
أقبل التحدي، فدخلت في مجال التجارة ومجال الاستثمار. فالحمد لله اليوم كانت الخيل سبب في نجاحي في التجارة وفي العمل التجاري، وهي سبب يعني سبب رئيسي في تكون شخصيتي. بعد ما طلعت وبديت أشتغل في التجارة، كان أحب أنه لما أطلع من مجال ضغط العمل أحب أجلس طبل، أجلس أجد نفسي في هذا المكان، أجد مع خيلي، أعد أني يعني أعيش في مملكتي الخاصة. كانت تجارتي في العقارات، والحمد لله توفيق الله عز وجل حققت لي يعني اسم في المجال العقاري. بعدها حبيت أني أكون استثمارات في مجال الخيل، بما أنها جزء من حياتي وشخصيتي، فافتتحت أول نادي نسائي لتعليم ركوب الخيل للسيدات. هذا النادي تقريبا هو الأول في المملكة، يعني أنه نادي متخصص بجميع المدربات، من إداريات، من طاقم نسائي بخصوصية كاملة. كنت أستهدف منه أكثر شيء البنات المحافظات اللي لهم رغبة في ركوب الخيل ولكن لا يجدون مكان مناسب للركوب، فخصصت لهم مكان مع مدربات أجنبيات وسعوديات. دخلت في هذا المجال والحمد لله اليوم نادي الفارسة يعتبر من أميز النوادي النسائية في الرياض لتعليم الركوب. أيضاً طورت الإسطبل، افتتحت عيادة صغيرة خاصة بالمربط. العيادة هذه استقطبت منها دكاترة برازيليين وأرجنتينيين متخصصين في مجال التلقيح والتوليد بخبرات متطورة بأجهزة متطورة. الحمد لله كانت يعني توفيق الله 5 سنوات وإحنا نشتغل في المجال هذا، وكان لها مردود طيب على مجتمع أهل الخيل وعلى المربط بالذات. أيضا تطور الموضوع إلى أن الآن عندنا إنشاء مصنع كامل لإنتاج الفيتامينات والأدوية البيطرية وخاصة فيتامينات الخيل. يمكن المصنع الأول في السعودية مخصص للخيل بالذات، أول مصنع معتمد ومصرح من هيئة الغذاء والدواء بمنتجات تضاهي المنتجات العالمية بإذن الله. أيضا يوجد عندنا مشروع قادم إن شاء الله متخصص في الخيل، يعني نتمنى إن شاء الله تكون يخدم المجال الفروسي بإنشاء أكاديمية خاصة للخيال السعوديين تخدم مجال الخيال بإذن الله. تقريبا هذه الاستثمارات اللي كانت معي في مجال الخيل، يعني الخيل قدر ما أعطيناها اليوم عندي عدد كبير من الخيل في التوليد وفي الإنتاج، عندي خيول عربية وعندي خيول ثوربريد إنجليزية وعندي خيول سباق، يعني اللهم لك الحمد جمعت عندي مجموعة من الخيل كلها لها قيمة عندي ولها علاقة خاصة معي اللهم لك الحمد. كثير من الناس يسألون عن الخيل هل هي مكلفة في التربية؟ هو صحيح أنها جزء منها مكلفة في تربيتها، ولكن هاوي الخيل وعاشق الخيل أبداً ما يحاول يعرف كم يصرف عليها، لأن يصرف عليها وهو حاب لها. أحياناً نهاية الشهر ما نبغى ندري كم صرفنا، لأن احنا حابين كم نصرف، حابين المجال وحابين هذه الهواية، فنصرف على الخيل ولا نسأل عنها. أحياناً نشتري خيل بقيام غالية، تواجهنا مشاكل، تواجهنا أحياناً نخسر حصان بطل، نخسر فرس، ولكن تعودنا أن حبنا لها ما يخلينا نفكر في مصاريفها نهائيا. ياما خيل قدمت الملاك هالشيء الكثير وأعطت الشيء الكبير لهم، وياما اللي فكروا فيها بيدخلون فيها كمشروع تجاري فقط. ما أعتقد أن الخيل كبزنس تجاري هي مناسبة للمستثمرين، فهي أكثر ما هي لمحبينها تقدم لهم الشيء الكبير. كان عندي سباق مميز يعني باقي في الذاكرة إلى اليوم، اللي هو سباق كاس عز الخيل. كانت عندي فرس اسمها المدركة، فهذا الفرس من أغلى الأفراس عندي، شاركت فيها وكسبت بطولة كاس عز الخيل. كان هذا السباق يعتبر
من 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 أقوى السباقات عندنا، له يعني قيمة خاصة عندي، وإلى الآن أحتفظ بالكأس فيه وأحتفظ بذكريات أو سباقاته كلها. كسبت وخدت المركز الأول في سباق كأس عز الخيل، أخذت المركز الأول والثاني أيضا في نفس السباق هذا، كان سباق يعني يميل عليه أنه حماسي أكثر، تحقيق مجرد السباق هذا يعني كان طموح لي وأنا من صغري أني لما أحضر البطولة هذه، تعتبر أنها بطولة كبيرة لأن كل الاسطبلات تحضر لها من بداية السنة، فكان سباق من أميز السباقات اللي حققتها. اليوم أنا لي خيل تشارك في ميدان الملك عبد العزيز ولها مشاركات ولها سباقات، عندي مجموعة خيل وتحقق الحمد لله انتصارات ولها يعني قيمة يعني خاصة عندي، يعني لها غلاها ولها محبتها كثير. بالنسبة للفحل رفجستس بعد شراءه اشتريناه بمبلغ قرابة مليون ريال، فكان الفحل موجود في أمريكا وكانت قيمة تلقيحها منها 3000 دولار تقريبا، فلما اجى للسعودية حبينا انه يكون الخير يعم الجميع، ففتحناه لوجه الله، فكل الناس صارت تتلقح مجانا من الفحل، لدرجة انه الحمد لله انتج عيال صاروا أبطال مثل فياض الفياض، المربط الفياض في الكويت، حصان يعني فحل في الكويت من أميز الفحول من أبناء الفحل رف جستس، وعدة حققوا نتائج عيالة في السعودية اللهم لك الحمد، كان له بصمة في عالم الخيل العربية في السعودية بالذات، لأن وقتها ما كان في شح في الأفحل بشكل كبير، فكان هذا الفحل ممكن أي مالك خيل عربية يعرف الزمن اللي جاء فيه الفحل، كانت الناس تبحث عن فحول مميزة، والحمد لله يعني وفقنا فيها اللهم لك الحمد. اليوم السعودية اللهم لك الحمد تستضيف أغلى كأس في العالم، كأس السعودية اللي قيمة جوائزها 20 مليون دولار، وتستضيف جميع الاسطبلات العالمية وجميع خيول العالم. الكأس هذا غير كثير في يعني فكر المربين، وغير كثير في اجتهادات الملاك، لأن طموح أي مالك اليوم إنه يحقق يكون له نصيب في هذه الأشواط أو هذه السباقات. اليوم المربين والملاك كلهم يطمحون يكون لهم نصيب، كما نحن نطمح بإذن الله يكون لنا نصيب في هذه الأشواط، تعتبر أشواط عالمية، ويكون يوم من الأيام السعودية عندها خيل تنافس على دول العالم كلها. الحمد لله الدولة ما قصرت في هذا المجال ودعمت الرياضة الفروسية دعم كبير جدا، يعني نحمد الله على هذه الدعم والرعاية الكريمة من قيادتنا اللهم لك الحمد. الخيل يجب على مالكها يكون عنده صبر عليها، عنده نفس طويل عليها، اللي يستعجل على الخيل لا يجد النتائج بسرعة. من أهم الأشياء في التدريب وفي التجهيز وفي الترويض الخيل تأتي بالسياسة، لدرجة أنه يسمى اللي العامل اللي مع الخيل يسمى سايس، فهي تتعامل بالسياسة ما تتعامل بالقوة، فالاستعجال في الخيل دائما من الأخطاء الكبيرة، خاصة في السباقات في التدريب. أتذكر عندي فرس كانت في بداياتي، شاركت أول سباق أو سباق وسباقين ما حققت النتائج لأنها جديدة تتعلم، فكنت مستعجل وقتها وأبغى أشارك وأبغى أفوز وأبغى في المجال هذا، فاستعجلت وبعتها ورجعت اشتريت حصان. الحصان كانت نتائجها كويسة، بعدها الفرس لما تعلمت السباقات تطورت صارت تحقق نتائج أفضل بكثير، رجعت اشتريتها بثلاث أضعاف قيمتها اللي أنا بعتها فيه. يجب أن الواحد في عالم الخيل يتأنى عليها، يطول باله كثير، علشان أنت إذا كنت تبغى النتائج يجب أن تأخذ النفس الطويل مع الخيل.
خبرتي ليست دراسة وإنما اكتساب. البعض يدفع لنا مبالغ حتى نحضر لندرة ما نعمل فيه. أخصائي التحنيط حمد بن عبد العزيز الضويان. نشأت وولدت في مدينة أشيقر، ومدينة أشيقر هذه قرية تابعة لمحافظة شقراء، تابعة لمنطقة الرياض، تبعد عن منطقة الرياض شمالاً 170 كيلو تقريباً. ولدت كما ذكرت ولادة تقليدية في البيت الطيني القديم، بيت الآباء والأجداد. نشأت السنة الأولى والثانية في مدينة أشيقر، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدينة الرياض للإقامة مع والدي رحمه الله، وأصبحنا نستقر في مدينة الرياض أوقات العمل، وفي الإجازات الرسمية والأعياد نعود إلى مدينة أشيقر. بدأت مرحلة الطفولة إلى أن بدأت المدارس. درست سنة واحدة فقط في مدينة أشيقر، السنة الأولى ابتدائية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدينة الرياض وأصبحت دراستي هناك. سكننا في حي العطايف، درست بها المرحلة الابتدائية الأولى والثانية والثالثة، ثم بعد ذلك افتتحت مدرسة جديدة قرب عمارة الباخرة كذلك في نفس الحي، اسمها جابر بن حيان الابتدائية، ودرست بها المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة. بعد تخرجي مدرسة ثانوية طبعاً التحقت بالعمل في وزارة العمل تقريباً عام 1402. قدمت استقالتي من العمل الخاص وتفرغت لأعمالي الأخرى التي هي عبارة عن افتتاح دكان، وكذلك افتتحت منتجع تراثي، كذلك منتجع جدي حمد. إحنا الآن في منتجع جدي حمد في شيقر، وهذا المنتجع طبعاً ملك الآباء والأجداد، وكان مرتع للصبا والطفولة. وبعد ما صارت شيقر مفتوحة للجميع وصارت وجهة سياحية، كان من الواجب أن يكون فيها مثل هذا المنتجع، فأنا قررت أني أنشأ هذا المنتجع. وفعلاً بعد ما كان منتجع خاص لي وللعائلة، فنحتحناه منتجع عام لجميع الزوار. وبعد ما فتح واصبح يجون الزوار من كل مكان، فتح لي آفاق زيارة لكثير من القنوات الفضائية وكذلك المهتمين بالتراث. بعد انتهائي من قناة المجد أنتجت برنامج اسمه برنامج جدي حمد، ألعاب شعبية، أكلات شعبية، أمثال شعبية، حكايات شعبية. بعد هذا التاريخ تفرغت لأعمالي الخاصة. من ضمن العمل اللي افتتحته تقريبا من حدود 10 سنوات، اللي هو نشاط غريب وعجيب لكن ما ينبع إلا من هواية، وهو نشاط التحنيط. افتتحت محل تجاري ومارست المهنة التحنيط، ويستغرب البعض أنه كيف أنا توجهت إلى هذا النشاط. طبعاً استعدت الذاكرة عندما كنت صغيراً، فكان الآباء والأجداد عندما تموت الناقة ويموت حوار الناقة اللي هو الولد الصغير المولود، فإن الناقة تمتنع من إدرار الحليب. فماذا يعمل الآباء والأجداد؟ يقومون بسلخ هذا الحوار الصغير وإخراج الأحشاء وحشره بأعشاب، بأعواد الأعشاب التي نسميها التبن، حتى يقف كما هو ويبقى الجلد، ويقربونه عند هذه الناقة. فعندما تبدأ بتحسسه وتستشمه بأنفيها تعتقد أن ابنها لا يزال على قيد الحياة، فتدر هذا الحليب. وهذا عندنا يسمى لأسماء كثيرة، لكن استخدموه لهذه الطريقة حتى يستطيعوا الحصول على هذا الحليب. كذلك في مخيلتي وصورتي إلى الآن صورة الذئب
عندما كان في أحد المنازل وكأنه ذئب حي، فهذا حوار الناقة وهذا الذئب، هذا الأثنان هم من كانوا في مخيلتي، تولدت لدي هواية وفكرة ومجال التحنيط واستمريت ولله الحمد في هذا النشاط. حصلت ولله الحمد على دروع وحصلت على شهادات، وأصبح ولله الحمد لنا موقع الانترنت، أصبح الآن المحافل والمهرجانات هم من يقومون باستدعائنا للمشاركة، بل البعض يدفع لنا مبالغ حتى نحضر لندرة ما نعمل فيه في هذا النشاط التحنيط. بدأت حقيقة خبرتي ليست دراسة وإنما خبرة اكتساب، فوجدت الحيوانات المحنطة، وأول ما بدأت بالتحنيط حقيقة التجربة الأولى قد تكون نسبتها ضئيلة النجاح، لكن ولله الحمد على مدى السنوات أصبح ولله الآن عملنا يعتبر احترافي. بالنسبة لمردود هذا المحل، محل التحنيط، طبعاً محلنا التحنيط أول ما بدأت اخترت له اسم كما يقال رنان في عالم التحنيط، سميته المركز الصامت لتحنيط وبيع وشراء الحيوانات والطيور والزواحف. أصبحت ولله الحمد أمول الجامعات بالقطع المحنطة، ومولنا جامعات، سبع جامعات تابعة لمنطقة جدة، مولنا جامعة الملك سعود. ثانياً أصبحنا ولله الحمد يعني اسم مرموق في عالم التحنيط بحكم وجود لنا أساساً موقع يحمل مركز الصامت أو مركز الحيوان الصامت. ثانياً أصبحنا نشارك في المهرجانات والمحافل، وآخر ما شاركنا فيه مهرجان عبق الماضي المقام قرب الدرعية في حي اليرموك لمدة شهر. كل من لدي محنطات يسعى إلى صيانة، هذه الصيانة طبعاً عملها دقيق، قد يكون أصعب من التحنيط لأن تكون قطع فيها كسور، قد تفقد بعض أعضائها، حنا نستطيع إعادة الأعضاء حتى من حيوان ثاني، يعني بما أنها الآن يستطيعون الآن أن يعيدون أعضاء إلى الإنسان في الطب، حنا كذلك في الحيوانات نستطيع أن نعيد هذه الأعضاء. أذكر مرة من المرات واحدة من النساء جابت لي قطعة مكسورة رقبة ورقبة واصلة إلى الأرض سقوط، فقالت هذه تصلح؟ قلت ما عندك مشكلة، أسبوع إن شاء الله وتجين تلقينها إن شاء الله ما تعرفينه. وفعلا اشتغلنا عليها، وبعد أسبوع يوم جت ما كانت توقعت إن هذا هو قطعة الغزال اللي كان جايبته. الحمد لله كل هذه ولله خبرة اكتسبناها، ثم بعد ذلك سعيت إلى تطوير نفسي، إلى دخول إلى عالم الانترنت اليوتيوب والاطلاع أكثر على التحنيط بشكل احترافي، كذلك قراءة بعض الكتب. بالنسبة للتحنيط طبعاً لابد أن يكون المحنط أو أخصائي التحنيط ملم تقريباً بأكثر من سبع مهن. أولاً التشريح، ثانياً الخياطة، ثانياً الحشو، ثانياً رابعاً النجارة، خامساً الحدادة، سادساً الطب البيطري، سابعاً معرفة وضعية الحيوانات. لابد أن تقرأ عن الحيوانات وتعرف طباعها، لأن في بعض الحيوانات لابد أن تقرأ عن طباعها حتى تستطيع أن تحنطها تحنيط صحيح أو احترافي. على سبيل المثال لو أخذنا حيوان الضبع، عندما يأتي محنط ويحنط الضبع وهو ملتفت يميناً أو شمالاً، محنط ليس محنط محترف، لأن أساس الضبع معروف أنه لا يلتفت يمين ولا يلتفت شمال، دائماً ينظر إلى الأمام، الرقبة عنده ليست مرنة، فإذا التفت يميناً لابد أن يلتفت بجسمه كاملاً،
أو يسارا كامل، لكن أن تلتفت الرقمة فهذا خلاف المعروف عن هذا الحيوان. كيف تتم عملية التحنيط؟ قبل ما ندخل في عالم في شرح التحنيط، سنتكلم عن كيفية الحصول على هذه الحيوانات. طبعا نحصل عليها من أصحابها. بالنسبة للصقور نحصل عليها عن طريق محلات الصقور بمدينة الرياض، الغزلان عند المحميات الغزلان، بقية الحيوانات عند المحميات، لأن هناك محميات للطيور، هناك محميات للزواحف، هناك محميات للسباع. السباع نأخذها من أصحاب الهوايات الذين يقومون بعرضها على شكل كما يسمى السيرك والمشاركات، فعندما يموت هذا الحيوان أو كما يسمى ينفق يقوم بالاتصال علينا والعرض أنه يوجد لدينا القطعة أو الحيوان الفلاني، فإذا راغبنا بشرائه يقوم بوضعه في الثلاجة أو كما يسمى الفريزر، لأنه في إذا أخذ برودة التجميد يبقى أيام أسابيع أشهر بدون أن يتعفن، لكن يكون في وضع تبريد لا يتجاوز الأسبوع إلا ويبدأ بالعفن. نأخذ هذه القطع من هذه المحلات ثم نبدأ إما أن نشتريها شراء للمحل ونقوم بتحنيطها وعرضها للمحل كبيع، أو أن نقوم بتحنيطها لهم بمبلغ قيمة التحنيط، وأكثر من نحنط لهم أصحاب الصقور، لأن الصقور أولاً مبالغها مبالغ كبيرة، ثانياً أنها عزيزة لديهم وخصوصاً من كان يستخدمه للصيد لأن له تاريخ، بل البعض أنه يعطينا ألبوم كامل لهذا الصقر ومراحل الحياتية ويعطينا الصورة التي يرغب أن يكون هذا الصقر عليها، فنضعه بنفس الصورة والهيئة التي يريد. في يوم من الأيام كنت أحنط أحد الأرانب الصغيرة، وبعد سلخها وتعقيمها لابد أن أتركها حتى تجف تقريبا في حدود العشر دقائق، ثم أقوم بإدخالها لفرن خاص للتعقيم. فعندما وضعته على الطاولة والتفت لأجهز بعض المعدات، إذا بي لم أجد هذا الأرنب موجود ولا أحد عندي موجود فيه، فالتفت يمين يسار أدور إلى أحد القطط استطاعت أن تتسلق إلى محل أو تنفذ إلى محل التحنيط، والتحنيط عندي طبعا يكون كنوع من المعمل ويكون طبعاً بمعزل ويحتوي على مراوح للشفط تكون قوية، شفط الروائح. فوجدت أن هذه القطة قد أخذت هذا الأرنب وأكلت هذا الجلد، طبعاً لأن الجلد يؤكل لا يزال طري. لما وضعت المحمية في المنتجع حاولت قدر المستطاع أني أكون ملم بجميع الحيوانات المتوفرة في جميع المناطق من المملكة العربية السعودية، حتى يأتي زائر من المنطقة الجنوبية إلى يرى حيوانات من بيئته، يأتي زائر من المنطقة الشرقية يرى الحيوانات من بيئته، المنطقة الغربية حيوانات من البيئة، وهكذا قدر المستطاع أحاول أنا أن يكون لدي محمية لجميع الحيوانات حتى المنقرضة، لكن أن تكون من البيئة السعودية. كل عمل له طموحات، أنا طموحاتي في مجال التحنيط هو إنشاء أكاديمية خاصة معتمدة وتمنح شهادات معتمدة، وهذا طبعا لا يكون إلا بتضافر جهود القطاع العام والقطاع الخاص.